وين لقيت فارس؟ جوا بمكتبه. تفضل. دخيلك بعرضك يا سيادة النقيب تساعدني. خير، شو في كمان يا ست سعاد؟ زوجي السابق طليقي موفق، الله لا يوفقه لا يوجه له الخير. خطف الولد مرة تانية ما هيك؟ خطفه يا سيادة النقيب، إن شاء الله بيخطف عزرائيل وبريحني منه. من وين خطفه؟ من قدام البيت، كان عم يلعب مع الأولاد الصغار، قام خطفه وهرب. سيادة النقيب، هاي جريمة ولازم يتحاسب عليها، لازم تحبسوه، وإذا بيطلع بإيدكم شنقوه كمان. خطف الأب لابنه ماله جريمة يا ست سعاد. شلون ماله جريمة يعني؟ أساساً لو ماله مجرم ما كانت حكمت المحكمة إلي بالحضانة. المحكمة ما حكمت لك مشان هيك، المحكمة حكمت لك لأنه الطفل لساته صغير، والأب من حقه يشوف ابنه أيمت ما بريد. يا سيدي ابنه ما بده هالشوفة. يا سيادة النقيب الله يخلي لك أولادك، ما شاء الله، خلينا نلحقه قبل ما يهرب بالولد. طيب، لوين بده يهرب فيه؟ أكيد لعند أخته بالجزيرة. ألو، رقيب تحسين تعال عندي بسرعة. مرو سيدي. بتشكلوا لي دورية فوراً، وبتطلعوا على كراج انطلاق الشمال مع المدام، وبتجيبوا لي الطفل فادي من أبوه موفق. حاضر سيدي. شكراً كثير سيادة النقيب، بسرعة الله يوفقك، بسرعة. صحتين يا عمو. يا جماعة والله العظيم عيب عليكم، كل يوم التاني عم تتخانقوا قدام العالم وفايتين طالعين على المخافر، ما حلو بحقكم. يا سيادة النقيب بترجاك افهمني، هذا الولد لازم يربى عندي انا. وليش لحتى تربيه انت بقى؟ ليش انا شو بساوي هون؟ لانه انت ما خرجك تربي قطة، سوس، سعدان. ليك انا مرباي وبعرف ربي احسن منك يا مشرشح يا بخي يا انت. ليك خلي الطابق مستور احسن لك. ها بضميرك بوجدانك يا سيادة النقيب؟ لك هي خرجت تربي اطفال هي. لكن انت اللي خرجت تربي. نكي لعل هذيك الساعة اللي جوزتك فيها شو كانت منحوسة. الله وكيلك يا سيادة النقيب. انا قلت له لاهلها، قلت له لك هي البنت على صغير، قالوا لي ولا يهمك طول بالك، بكره بس تكبر عالم يكبر معها. تاري كانوا خايفين هي وانا لو ما في قلب بين ايديهم. لك شوف مين عم يحكي. الله وكيلك يا سيادة النقيب، ايدين اهلي اهترت وهو نازل تبويس وتمجيق فيهم منشان ياخذني. ولك انا موسل لاهلك، انا موسلهم. الله وكيلك يا سيادة النقيب، دحش هو بانفي دحش، ولك طبعانين بمصاري. دخيلك وشو فايدة المصاري اذا كنت بخيل ومأنشح. يا جماعة مشان الله خلينا نحل هالمشكلة بالتفاهم إذا بتريدوا. سيدي موفق، أنت زلمة عاقل وبتفهم، والمحكمة حكمت لمرتك بالحضانة، صح ولا لا؟ ما اختلفنا يا سيادة النقيب، بس أنا بحبه لابني كثير ما بقدر أعيش بلاه. سيادة النقيب لا تصدقوا، أنا بحبه أكثر منه مليون مرة، أنا أمه. كذابة يا اللي بتحبه، أنا ما بقدر نام بلا ما أشوفه يا سيادة النقيب، كل يوم لازم أشوفه. شو هالحكي؟ ليش مالك لما بكون مغوص وتعبان؟ مالك يا أخي عامل حالك مجرد وراسي؟ لك خلصنا؟ لك صرعتوا لي راسي؟ العمى! انا عندي شغل ماني فاضي لكم. ست سعاد خذ ابنك مع السلامه، روحي انت. وانت يا سيدة موفق، المحكمه حكمت لمرتك بالحضانه، اذا بتريد شوفه بشكل قانوني. خلصونا بقى لعنا على هالمشكله. ماشي الحال مو مشكله. ايدي عم تجعني ماما. من وين حبيبي؟
ريحان. كسر لك ايدك ما؟ الله يكسر دياته يا حق. ومن شو صار معه هيك الصغير؟ وقع يعني؟ لا شو وقع، بس جوزي هو اللي خلع له ايده. جوزك؟ اي جوزي السابق طليقي يعني. الله لا يبليك بهيك رجال يا دكتورة. لك بده يخلصني الولد بالقوة قدام الناس، هو يشد وأنا شد، هو يشد وأنا شد. هي الله يعطيكم العافية، كنتوا كسرتوا له ياها شقفتين إذا مالك درياني. أنا ما دخلني دكتورة، هذا موفق الله لا يوفقه. عموماً بتجيبي له هذا الشرب، بتعطيه 3 معالق كل يوم، بتديري بالك عليه كتير منيحة، لا تخليه يعمل حركات عنيفة. تكرم عيونك، دكتورة والله أنا حاطته بعيوني، بس هذا جوزي، هذا طليقي السابق، هو اللي نكد علي عيشتي وعيشة هالولد. مرحبا. اهلين امي، مرحبتين. شبك؟ متخانق انت وحدا؟ ايه متخانق. انت ومين؟ معقولة لك امي؟ في واحد مثلك بهالعمر بيتخانق مع العالم؟ مع مين متخانق؟ انا وسعاد. مشان صغير ما هيك؟ اذا ما بحرق لقلبة مثل ما حرقت قلبي ما بيكون اسمي موفق. وخطفت لها يا؟ ايه نعم، وكنت بدي اخده وروح لعند اختي بالجزيرة، بس الشرطة كمشوني بالكراج. لك يا ابني تركها بحالة هي وهالصغير، شو بدك فيها؟ روح دور لك على عروس مشان تقدر تكسر راسها. شو بدك بهالمشاكل هاي؟ ما بكسر راسها إلا إذا صار الولد عندي هون بهذا البيت وربيته أنا على كيفي. ولك عشت مع مرتي الأولانية 13 سنة من دون أولاد، هلأ هي جاية تحرمني منه؟ الله يهدي. يلا ماما قوام على غرفتك بسرعة. شو صغير؟ ايده مفكوشه شوي. ومين فكش له اياها؟ ليش في غيره موفق يكسر لي ايديه ان شاء الله. جبت تتخانقت وياه مشان صغير ما؟ يا امي خطف لي الولد، خطف لي اياه وكان بده يهرب فيه. اي خطفه؟ شو هالشغله العظيمه يعني؟ موفق بضله ابوه، ما في حدا غريب. يا امي موفق بده يكسر لي راسي، بده يزلني ويحرمني من ابني. ما فشرت عينه يكسر لك راسك؟ انت بس قوي لي قلبك شوي وزدتي له اياه، والك علي لا الك عريس بيسوى راسه. ما بقدر امي، ما بقدر بنوب، ما بيطلع بايدي. يا لطيف شو راسك يابس، طال على ابوك الله يرحمه. شو القصة اليوم؟ شايفك جاي على الوقت تمام. طبعا حبيبي، طبيعة شغلنا بتتطلب الدقة الشديدة واحترام الوقت والانتباه يا سيد الموفق. حلو الكلام. لكن تعرف شو بدي منك؟ لا والله ما بعرف. بدي اخطف. شو ها؟ لا حبيبي لا، انا ما فوت الفوتات بنوب. شو خطف ما خطف؟ ما دخلني بالقصص. السلام عليكم. لك طول بالك انت الثاني، شو بقى بتغري؟ السلام عليكم. ليش عرفان مين بدي اخطف بالاهوال؟ لا والله مين بدك تخطف؟ ايه ابني فادي. ابنك؟ ايه. وليش بدك تخطفه؟ لانه هيك بهالعمليه بكسر لي راسي على مرتي القديمه. طيب وانا شو المطلوب مني؟ يا عيني عليك، انا بدي اياك تراقب لي مرتي وابني، بتراقب كل تحركاتهم، ايمتى طلعوا؟ وين راحوا؟ وين فاتوا؟ منين اجوا؟ مع مين؟ يعني بالمختصر مفيد بتراقب لي كل تحركاتهم. إذا هيك على عيني وراسي، بس أنا ما دخلني بالخطف. ها ولا يهمك، مين بده ياك تخطف؟ أنت بس بتراقب لي هون إمتى بيطلعوا وإمتى بيفوتوا. لما بيفوتوا لشي محل وبيعدوا فيه فورا بتتصل فيه. معك موبايل ما هي؟ طبعا، لزوم الشغل حبيبي. منيح. مسيك، هاي صورتي أنا ومرتي وابني. حلوة والله الصورة، بس ليك أكون عم تضحك ومبسوط. ايه لاني كنت مغشوش. بعدين شو بدك ياني كشر بالصورة؟ ما طلبت لنا شيء. جوهر الله، جبنا كاسة شاي. الو. ايه حبيب ولا يهمك، 6 بالدقيقة بيكونوا عندك. ماشي يلا السلام.
طبعا رح الحقهم شغلتي هي. جماعتك هلا فاتوا على الجنينة، يلا رح نحاول يلا. لونك غير يا صغير، معنا من كل الالوان، اصفر واحمر واخضر. ما لونك طير يا صغير. مرحبا، مين حضرتك؟ انا موفق. شباك شو وينهم الجماعه؟ شو عامل لي حالك تحري؟ عم تضارب علينا شايف انا. لك ايه، وين الجماعه؟ هاي مرتك وابنك، استلمت؟ ايه استلمت. خلص بحاسبك بعدين، تيسر انت. يلا مع السلامه. يا البالونات، خطف لك ابنك. لكي وينه؟ لكي اللي كان السبب بجاه النبي. الحالة بسيطة، ما فيها شيء، الحمد لله سليمة. بس شوفي يا ست سعاد، المرة الجاي أنا مضطرة أخبر الشرطة. لا 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 دكتورة، إذا بدك خبريهم هلا، خليهم ياخذوه ويحبسوه ويريحوني منه. أنا وابني كم شهر زمان، من شان الله خبريهم. شيء غريب فعلا، كيف بيهون عليكم تساووا هيك بهالطفل؟ لك رح تعقدوه؟ يا دكتورة صدقيني أنا ما فيني نام الليل إذا ابني ممغوص أو سخنان أو تعبان. أساسا يلي عم يخليني سوي كل هذا الشيء إنه بحبه، وما فيني أعيش يوم واحد بلا. لك ما بحسن ابني يوم. شو ها؟ ليش هيك عامل بحالك؟ شو هالمنظر ها؟ ما زبطت الخطة لك يا أمي، ما زبطت معي، فشتك بآخر لحظة. حاجتك بقى جنان أمي؟ حاجة؟ شو عم تعمل بحالك أنت؟ زدت لي إياه للولد والله يهنيه فيه. لك أمي أنا إذا جبت لي إياه، الله وكيلك مالي قدرة ربي، بقى زدت لي إياه. وأنا بوعدك جوزك جوازي تنسيك كل همك، بقى شو رأيك؟ محمود مرحبا، انا موفق. لك رح احاسبك، شو بدي اكلهم عليك؟ اسمعني هلا، بدي اياك تضل عم تراقب لي مرتي. قوام ماما على غرفتك.
شو بكون؟ ومين هيك عامل فيكون؟ ليش في غيره لموفى؟ ايه ينبت الحشيش على قبره بجاه النبي. لك يا بنتي حاجتك مشاكل وبهدلة ودوري على مستقبلك، عيفيله هالولد وخلصينا من هالقصة بقى. امي الولد بالشرع بيطلع لي إلي أنا. مزبوط، بس لإمتى؟ يعني بعد ما تخلص الحضانة بده ياخد لك يا بقى. اختصر الطريق من هلأ وتبرعي له فيه. اقسم بالله ما رح اسكت له يا امي، رح افتح له تليفون واسفقه بهدلة. الو، اعطيني ابنك، مرقي لي اياه. شو بدك منه؟ طيب موفق، تعال بدي تحكي معك سعاد. هي اكيد استسلمت وبدها تعطيني الولد. الو، لك انا بس بدي افهم، لك انت شو عجينتك؟ شو طينتك؟ وحش ولا بني ادم؟ لك هي ملخت ايد الصغير مره ثانيه انبسطت؟ يملخوا ايديك بجاه واحد احد. بالله شو؟ كذابه وميت كذابه، انت اللي ملختي له ايده للولد مو انا. شوف موفق، هي عم اقول لك لاخر مره، اقسم بربي اذا بقى بتمد ايدك على ابني مره ثانيه لاقطع لك اياها من شرشه. فهمت ولا ما فهمت؟ ولك لسانك اللي بده قطع يا مجرمه يلي ما فيكي جنس العاطفه. بي شو بدها منك هالشل شوحة؟ شو بدها مني؟ قال انا اللي ملخت له ايده للولد. انا برجيك يا سعاد، اعملي وكتري اذا ما بخليكي تمشي بالشارع وتحكي مع حالي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألو نعم. يا هلا. إيه موجود. مين قلو؟ إيه على رأسي سيدي. في واحد اسمه محمود بده إياك. إيه إيه. ألو؟ أهلين محمود. شلون؟ وين هلا؟ إيه ماشي ماشي، خليك عم ترخون منيحة. ولك جاي لعندك فورا هلا. زهير الله يخليك، طلب لي إجازة ساعية. بقدر شوف ابني؟ كتير اسفة. ولا انا ولا انت طبعا. ليش يعني كتير حالته خطرة؟ لا. لكان شو السبب؟ شو السبب؟ الصغير خايف منكم ورافض يشوفكم.